إذا أنا صليت وبجانبي واحد رائحته منتنة صحيح؟ مزعجة جدا، انزعجت مو قادر أصلي، هل يجوز أقطع صلاته وغير مكاني؟ إيه نعم يجوز، يجوز أن يقطع صلاته لهذا السبب، إذا كان يعني يشغله عن الخشوع يذهب خشوعه يقطعها وغير مكانه والله يعين اللي بيجي. طيب، فالمهم أنه نعم له ذلك، له أن يقطع صلاته ويغير مكانه ويبدأ من جديد.